السلام عليكم، معكم مواطن حديفة من خبار ديال السيمانة. طبيعة الحال كلشي شاف الفيديو ديال الشاب من طنجة اللي دخل البنكة باش يسرقها، ولكن القضية ما صدقات ليش وجاو رجال الأمن واستسلم وشدوه. ولكن من خرجت العائلة ديال هذا الشاب هذا في تصريحات قلبت القضية سفاها على علاها، واللي كتبان فيها العائلة فقيرة جدا جدا، وحتى الأب ديالو مريض بزاف واللي عنده سرطان الأمعاء ومحتاج العملية مستعجلة اللي كتسوى 3 مليون سنتيم. وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى هذا الشاب هذا باش يدخل لهاد لابونك ويسرقها. النشطاء الفيسبوكيين من عرفوا بالامر تعاطفوا مع هذا الشاب هذا بزاف، واللي داروا حمله فيسبوكيه باش يجمعوا الاب ديالو باش يدوز هذه العمليه، وكيطالبوا باش يخفوا عليه من العقوبه. وهذا الشاب هذا بعض المصادر كيقولوا بانه راه ما عندوش سوابق عدليه، وكلشي كيهضر فيه زوين ويقول لك بانه ما عمره ما ادى شي واحد. والله يدير شي شوي الخير وصافي. هاد الايام ولا كلشي كيهضر على الفيديو الجنسي اللي خرج على المغني زهير البهاوي، وعلى لسان زهير البهاوي قالوا بان داك الفيديو الجنسي راه ماشي ديالي، وراه قرصنوا لي الكونت ديال سناب شات ديالي، وعليها انتشر هذاك الفيديو بسرعه كبيره. القضيه دخل فيها حتى الشيخ رضوان عبد السلام، واللي كيتفاجئ بان زهير البهاوي رافع عليه دعوه، والسبب قال لك بان راه رضوان عبد السلام نشر لي الفيديو ديالي واكد بانه راه انا اللي في هذاك الفيديو. رضوان عبد السلام ما فهم والو، قال لهم بان ديك رضوان عبد السلام باج فيسبوك راه ماشي ديالي، راه ديال المحبين، يعني فو بروفيل. واش شي فو بروفيل على مشاكل كيديروا؟ ولي اول مره في المغرب الصراحه تقدر ما تكونش اول مره، تقدر تكون فايته وقعات غير الناس ما كتيقش تقول ياك ما الشعواده ياك ما الجنون. وهاد القضيه في مقبره بن حمد كيسمعوا الدقان في واحد القبر من بعد الدفن ديال هذيك السيده ب9 ايام، واللي جا كيسمع الدقان. القضيه تجمعات وجاو حتى السلطات وحفروا على هذاك القبر وداو هذيك السيده للتشريح، وعلى لسان هذاك الطبيب اللي دار لها التشريح قال لهم بان ديك دقات القلب راه ما كايناش وحتى التنفس ما كاينش، ولكن اللي جاتو غريبه هو هذيك السيده 9 ايام وهي مدفونه، ولكن ما كاين لا زروقيه لا ريحه خايبه، يعني بحال يلاه مدفونه هذاك النهار. وهذا الشيء اللي ما فهمش وقال بان راه عندها شي بركه. الناس ما فهمت والو، واش هذيك السيده كانت حيه ولا ميته؟ يعني هذيك السيده الحقيقه ديالها بقات مدفونه معاها، ودابا راه رجعوا دفنوها الله يرحمها. الله اكبر 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 الله اكبر